السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك، ادعمنا عشان نستمر. يلا بينا على بداية اخبار الاسود، بس الاول نصلي على النبي. الزمالك توج بطلا لكأس مصر للمرة 28 في تاريخه بعد الفوز على الاهلي بهدفين لهدف. احرز اهداف الزمالك احمد السيد زيزو وامام عاشور بصناعة من زيزو. حرص لاعب الفريق الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة بلقب كأس مصر للموسم الماضي بعد الفوز على الأهلي، وتوجه اللاعبون إلى مدرجات جماهير الزمالك للاحتفال باللقب باستخدام الألعاب النارية والشماريخ، وطالب الجمهور اللاعبين بضرورة حصد لقب الدوري في الموسم الحالي. قرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي استئناف الفريق تدريباته اليوم الجمعة بدون راحة استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز. أمير مرتضى طارق حامد مشواره انتهى مع الزمالك، ونتمنى له التوفيق في أي مكان آخر، واللاعب بالفعل تقبل العقوبة التي وقعت عليه من قبل النادي. أمير مرتضى: كنت أتمنى أن يكون ختام مشوار طارق حامد مع النادي أفضل من هذه النهاية، لأن تاريخه كبير مع النادي، إلا أن هذا ما لم يحدث. أمير مرتضى طارق حامد تعرض لعقوبة كبيرة جدا، قد تكون هي العقوبة الأكبر في تاريخ الزمالك، حيث تم خصم 50% من عقده، واللاعب تقبل الأمر بعد التحقيق، وبالطبع لا يمكن محو تاريخه من النادي، وكل التوفيق له. أمير مرتضى أكد أن بن شرقي ومحمد ونجم وعدد من اللاعبين حسمنا أمرهم، وقد تكون نهاية مشوارهم معنا المباراة القادمة أو التي تليها على أقصى تقدير، وأضاف: بقدر الإمكان نجحنا في الحفاظ قدر الإمكان على بعض اللاعبين الذي تنتهي عقودهم خلال هذه الفترة من شهر يوليو، خاصة أن كل دوريات العالم ستبدأ في أغسطس. أحمد ديويدار ناشرا صورة أبطال الكأس الرسمية من صفحة الزمالك الرسمية: ركز قوي في الصورة، ركزت هتلاقي لعيبة شباب ما كانوش بالحسبان، ولعيبة خذلت جمهورها مش موجودة في الصورة، ويبقى الزمالك نادي كبير ولن يقف على أي شخص. هيثم فاروق عبر تويتر: حين يسألوني عن حب نادي الزمالك سأقول هو سعادة دخلت حياتي ولا أريد أن تزول، وعندما أحببته أصبحت أرى كل الأشياء باللون الأبيض، عندما أخاف على نادي الزمالك وأهتم بأموره ليس فقط لأنه واجب علي، ولكن لأن بين أضلاعي قلبي يأمرني بذلك. مبروك وبحبك يا زمالك. فيريرا: الزمالك كان يؤدي بشكل جيد في المباراة، وكان هناك كثافة هجومية كبيرة في شوط المباراة الأول. فيريرا: بعض الصعوبات واجهتنا في الشوط الثاني، إلا أن اللاعبين في نهاية المطاف كانوا أبطال، وعلى الجماهير البيضاء أن تفخر بلاعبيها، وإسعاد الجماهير هو هدفنا الحقيقي، وهم من نلعب من أجلهم لإسعادهم، واللاعبين يمتلكون الإرادة لتحقيق الفوز رغم كل الظروف التي تواجهنا. وأكد أن النتيجة في النهاية عادلة، والفريق الأبيض كان يستحق التتويج باللقب. فيريرا: ما يحدث من سوء تنظيم للمسابقات المحلية أمر يضر الأندية والمنتخبات المصرية والكرة المصرية بصفة عامة، وسأل كيف ينتهي الموسم 30/8 ويبدأ الموسم الجديد بعدها بأيام، ولا أعرف هل سيتم معاقبتي على هذه التطريحات أم لا، ولا بد للاعبين أن يحصلوا على راحة بين المواسم، وما يحدث في الكرة المصرية غير مقبول، وأتم الأهلي فريق كبير وظهر بصورة مميزة وقدم مباراة مميزة، لكن الزمالك كان الأحق باللقب. أيمن يونس: مبروك للزمالك وجماهير الزمالك، ومبروك لناظر المدرسة فريرة. وأضاف: الزمالك شوط أول لعب فن وهندسة، وفريرة هو الناظر، وهذه البطولة ستعطي دفعة للزمالك في مشواره القادم ببطولة الدوري. وأضاف: الدفع عند الزمالك ولاعبيها يزيد في الفترة الجاية، والثقة بالنفس كمان هتزيد، والبطولة هتتعكس على شخصية الفريق، واللاعبين الصغار لما يشوفوا تتويج بالبطولات ويشعروا بإحساس الفوز هيتعودوا على كده، وهيبقى ده هدفهم في المواسم القادمة. مرتضى منصور: اللاعبون والجهاز الفني قدموا مباراة قوية وكانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية، واستحقوا اللقب على حساب الغريم التقليدي. تقدم المستشار مرتضى منصور بالتهنئة إلى جماهير نادي الزمالك التي ساندت الفريق خلال مشوار المسابقة حتى فاز باللقب، ووعد المستشار مرتضى منصور الجماهير بمزيد من الألقاب، مشددا على توفير كافة الإمكانات لتحقيق طموحات القلعة البيضاء خلال فترة المقبلة. فيريرا: الفرحة لأسرة الزمالك، كان هناك أربعة فرق هم نحن والأهلي والحكام والجمهور، أنا معجب بالجميع فيما عدا الحكام الذين حاولوا إضعافنا بالإنذارات في الدقائق الأولى. فيريرا: نريد النظام في الكرة المصرية، لماذا نستدعي حكما من الخارج بهذا المستوى؟ لماذا لا يقود المباراة حكما مصريا؟ هل الحكام المصريين غير أكفاء؟ بالتأكيد لا، الحكام الأجانب لا يعلمون شيئا عن طبيعة الأمور هنا، وأوضح من حق الحكام المصريين إدارة هذه اللقاءات الاحتفالية.
فيريرا كان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي، ولكن أخطأت في التغييرات، كان يجب أن أديرها بشكل أفضل للحفاظ على الأداء، وإصابة أحمد فتوح أربكتنا بعض الشيء. فيريرا أهنئ إدارة الزمالك، وهي نفس الإدارة التي عملت معها من قبل، لقد تطوروا كثيرا وأصبحوا أفضل. فيريرا بعد يومين سنعود للدوري ولدينا وقت ضيق وقصير للاستشفاء، الدوري سينتهي في 30 أغسطس ثم نبدأ في مسابقات أخرى، من يتحمل هذا؟ منتخب مصر سيدفع الثمن ولن يملك فرصة لينافس. فيريرا نحن لا نلعب في دوري هواة، يجب أن يكون هناك احترافية، ومن الصعب تجهيز فريق في مصر كما يحدث في الخارج، فاللاعبون يحصلون على أجازة لمدة 15 يوم بس. فيريرا لا أستطيع تقديم النصائح لسواريش، هو أفضل مني وأعلم بظروف فريقه ويعلم ما يستطيع فعله وهو ما يتوجب عليه. أمير مرتضى أشكر اللاعبين الرجال سواء الذين شاركوا أو الذين لم يشاركوا، أشكر الجهاز الفني، الكل اجتهد، أشكر مرتضى منصور بشكل شخصي، وأشار منذ بداية استلام المهمة قلت له الوضع سيء ونبدأ من الموسم الجديد، قال لي لا سأسخر كل شيء من أجل القتال على البطولات، وبالفعل كل المستحقات المتأخرة تم تسديدها. أمير عندما نحصد بطولة من المنافس التقليدي يكون لها طعم، حجم البطولة يتضاعف، وهم أيضا يشعرون بنفس الشعور عندما يتوجون ببطولة على حساب الزمالك، وأكد بطولة كنا نحتاجها وحفظنا الثنائية وإن شاء الله نحقق الثلاثية والتتويج بكأس السوبر عن الموسم الماضي. أمير مرتضى لاعب الأهلي أصدقاءنا ونتقابل كثيرا، هي ليست حربا هي رياضة، الأهلي نادي كبير ومحترم، والتعصب ناس معينة تفعله من خارج المنظومة أو من الإعلام، وبعض المسؤولين يكون عندهم سوء انفعال في مواقف معينة، لكن لاعب الأهلي أصدقاءنا ونتمنى لهم التوفيق في القادم. أمير مرتضى سنغلق صفحة الكاس ونركز في المباريات المتبقية في الدوري، الظروف أصبحت أصعب، هناك لاعبين مباراة اليوم هي الأخيرة لهم، وسنحضر اللاعبين المتواجدين. واختتم أمير إن شاء الله نحقق موسم استثنائي للزمالك، ولو حققنا الدوري وكاس الموسم الحالي سيكون إعجاز في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، ووقتها الجماهير لن تنسى هذا الموسم في تاريخ الزمالك. أحمد السيد زيزو وجه الشكر للجماهير الداعمة للفريق وأكد أن هذا أقل شيء من الممكن تقديمه للجماهير البيضاء التي دائما ما تدعمنا. زيزو هذا الفوز لن يجعل اللاعبين تنسى بطولة الدوري والفوز بها، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والإدارة على الجهد المبذول. زيزو الأهلي فريق كبير ولديه استقرار، وهذا ما صعب من الأمر، إلا أننا توجنا باللقب لأننا كنا الأفضل. عن فيريرا قال زيزو البرتغالي يعطيني الآن الحرية أكبر، وهو ما يجعل تحركاتي في الملعب تكون مؤثرة أكثر، وفي النهاية نلعب بشكل جماعي، وأتم الفوز يعطيني دفع للفوز ببطولة الدوري، والزمالك فريق كبير ودائما ما يفكر في حصد البطولات والدوري هو هدفنا. بن شرقي أكد أن حزنه زاد بعد وداع الجماهير له في مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر، وأن رحيله ليس بسبب أي أمور مادية، وواصل أحتاج لخوض تجربة جديدة وأعشق جمهور الزمالك والأموال ليس لها علاقة بقرار رحيلي. حريص طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك على التواجد في مقصورة الصحفيين باستاد القاهرة لحضور مباراة الأبيض أمام الأهلي في نهائي كأس مصر للموسم الماضي لمؤازرة الفريق، ورفض طارق حامد التعليق على استبعاده قائلا أنا أخرس. كتب أشرف بن شرقي عبر حسابه الشخصي عبر فيسبوك شكرا الزمالك، شكرا إدارة الزمالك، شكرا لاعبي الزمالك، شكرا لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم، شكرا كثيرا جمهور الزمالك، وأضاف بدأت الخطاب من النهاية لأنني أشك أنني سأصل إلى تلك الفقرة، لقد جاءت اللحظة التي كنت أتمنى عدم مجيئها، لا أستطيع أن أنكر فضلكم، لقد ساندتموني في أوقات الرخاء والشدة. وتابع بن شرقي كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب أو الأفراح لم أشعر فيها أبدا أنني غريب أو أجنبي، بل كنت كابن من أبناء الدار الأبرار، لكن هذه ثمة الحياة. واختتم وداعا لكم جميعا من أصغر إلى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية، ولنا عودة إن شاء الله في بيت الثاني عاش الزمالك. محمود الونشي الحمد لله موسم صعب واللاعبون رجالة، استطعنا أن نجتمع في موقف صعب، إدارة تتغير وجهاز فني تغير، وبالرغم من أن الناس قالت موسم الزمالك انتهى ولن يحصد بطولات، ولكن الحمد لله حصدنا بطولة وهي الأولى. وأضاف إن شاء الله نحن متصدرين الدوري وسنظل في الصدارة ونقاتل على البطولة من أجل الجماهير. وأوضح الونش تعرضت لشد في تدريبات قبل أمس، وأشكر الطبيب والجهاز الطبي الذين لم يتركوني حتى فجر الأمس لكي ألعب المباراة. واختتم أشكر فريرة على المجهود الذي يبذله معنا، أول بطولة في هذا الموسم وإن شاء الله سنتوج بالدوري.
محمود فايز المدرب المساعد للمنتخب الأسبق، مليون مبروك لنادي الزمالك، شغل واضح لفريرة والصديق الشاطر كابتن أسامة نبيه، أنجاز يشبه الإعجاز في ظل غيابات ونقص وفقية الزمالك، تفوق ذهنيا ونفسيا وفنيا، وأثبتوا أن الكيان أكبر وأهم من أي لاعب، هارد لاك للأهلي وجمهوره، بس فعلا الموضوع أكبر من تغيير مدرب. عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر، كتب إبراهيم سعيد قائلا: مبروك لنادي الزمالك وجماهيره الفوز بكاس مصر، ولاعبي الأهلي لاعب مشطبة كرويا ولا يستحق تمثيل النادي الأهلي. قام مصطفى محمد لاعب نادي جالاتاسراي التركي بتوجيه رسالة وداع إلى جمهور فريقه التركي بعد رحيله إلى الدوري الفرنسي، حيث انتقل مصطفى محمد إلى نادي نانت الفرنسي على سبيل الإعارة بصورة رسمية لمدة عام. قامت إدارة سموحة بتوجيه طلب إلى مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور بشأن لاعب الفريق المعار من الزمالك، وطلب الموج الأزرق من القلعة البيضاء تجديد إعارة مروان حمدي لمدة موسم جديد عقب تألقه مع الفريق السكندري. بس كده، هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم.